تعمل الحكومة المصرية على خطة لتنشيط السياحة والترويج لمختلف عناصر الجذب في أنحاء البلاد في ظل التراجع الذي شهدته السياحة في أعقاب انتفاضة يناير 2011. وتشمل الخطة عدة عناصر للتسويق والترويج، منها مهرجانات وحفلات لكبار النجوم العرب والعالميين وتخفيضات لأسعار تذاكر الطيران ورحلات مخفضة الأسعار من مختلف أنحاء العالم. وتقول وزارة السياحة إن إيرادات السياحة في مصر تراجعت بنسبة 24.7% في النصف الأول من عام 2014 إلى قرابة 3 مليارات دولار. وعلى سبيل المثال يصف المسؤولون منطقة سهل حشيش المطلة على البحر الأحمر بأنها أسرع مناطق السياحة الفاخرة نموا، لكن نسبة إشغال الغرف في المنتجع ظلت منخفضة على مدى السنوات الثلاث الماضية. محمد كمال سعد المدير العام للشركة المصرية للمنتجعات السياحية: الأزمة لسه بنعاني منها بشكل أو بآخر، يعني أنها مش أزمة واحدة، هي أزمة مركبة، يعني أزمة جت على مراحل وبعدين عليت شوية ونزلت تاني. لكن إحنا بالنسبة لنا هنا طبعا كشركة إحنا تعورنا بالمفهوم المصري كتير قوي علشان نحافظ، إحنا ما قللناش أي حاجة، حافظنا على نفس مستوى الخدمات بالنسبة للمدينة الصغيرة اللي إحنا بنديرها حاليا، نفس مستوى الخدمات، بالعكس إحنا علينا كمان حاجات في الوقت ده وانتهزناها فرصة مع الشغل القليل إن إحنا ارتقينا أكتر بخدماتنا، وده كان عنصر مكلف جدا. وتشير بيانات الحكومة إلى أن عائدات السياحة تسهم في الوقت الراهن بنسبة 11.3% في الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 14.4% في إيرادات مصر من العملات الأجنبية. وكانت مصر قد استقبلت ما يزيد على 14,700,000 سائح في عام 2010، ثم تراجع العدد إلى 9,800,000 سائح بعد الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وتحسن الوضع إلى حد ما في عام 2012، حيث استقبلت مصر 11,500,000 سائح، ليعود العدد إلى التراجع في 2013 حيث لم يتجاوز 9,500,000 سائح. رحاب علاء، رويترز.